السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقائنا 19 بعنوان استخدام نموذج معلومات البناء في تحقيق مفاهيم الاستدامة. ضيفنا اليوم المهندس عمر سليم، مدير لمشاريع نموذج معلومات البناء بخبرة أكثر من 19 سنة، ومدير التدريب بمبادرة مهندسون من أجل المصرف المستدامة، مؤسس بيم أريبيا، المنصة الشهيرة اللي تهتم بكل ما يخص العمارة الرقمية وبالبيم تحديدا. بنحاول اليوم مع المهندس عمر نفهم دور البيم في تحقيق مبادئ الاستدامة وإيش العلاقة بين المجالين، نموذج معلومات البناء من جهة والاستدامة من جهة أخرى، واللي ممكن بعيد يظهرون كأنهم مجالين منفصلين. بيأخذنا المهندس عمر في عدة محاور، بداية من التعريف المختصر بنموذج معلومات البناء وأهميتها في صناعة التشييد، وشرح مفهوم العمارة الخضراء وأهدافها وفوائدها، والعلاقة بين البيم والعمارة الخضراء وكيفية مساهمة البيم في تحقيق أهداف الاستدامة بشكل عام، شرح كيفية استخدام البيم لدمج مبادئ العمارة الخضراء في مراحل التصميم المختلفة، وراح نختم بعرض أمثلة على استخدام البيم لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني. أتمنى لكم متابعة ممتعة، وراح أكون معاكم في المحادثة بحيث نجمع الأسئلة والاستفسارات ونناقشها في آخر الورشة. مهندس عمر، احنا سعيدين جدا بحضورك، شكرا لك مرة أخرى لقبول الدعوة، وأترك لك المجال الآن، تفضل. جزاكم الله كل خير باشمهندس حسن على الدعوة الكريمة، وأشكر طبعا شعبة العمارة الرقمية والجمعية السعودية لعلوم العمران، وأشكر جميع الحضور. ما شاء الله شايف أسامي كبيرة من أساتذتي لفاضل تعلمت على أيديهم. بس قبل ما أبدأ، خاطر لي خاطرة كده سريعة، ألا وهي يعني في ظل الظروف اللي موجودة في البلاد العربية دلوقتي، وعمالين نتكلم على نمذجة معلومات البناء ونتكلم على الاستدامة في ظل المشاكل اللي موجودة، فإحنا عندنا في التاريخ المصري فترة كده معينة كان في مشاكل مع الهكسوس اللي هي الأسرة 15 و16 و17، كان في احتلال، مصر كانت تحت الاحتلال، لكن كان في مشاكل وسياسة ومشاكل والحاجات دي كلها. لكن اول ما طردنا الهكسوس فوجئنا ان الاسره اللي جت بعد كده، الاسره 18، عامله حضاره قويه جدا، وفي تكنولوجيا وفي حاجات جميله جدا. ده نتيجه ان في ناس انعزلت وبدات انها تدرس بشكل قوي جدا ازاي انها تطور العلوم، وازاي انها تهتم ببلادها، وانها تحقق الشروط بتاعه الحضاره. فلذلك اول ما الازمه اتفكت وبدات الامور ترجع لطبيعتها، لقينا حضاره كتيره ظهرت، وحضاره حتى الان يعني تعتبر من اجمل الاسرات اللي هي الاسره 18. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان مهما كان في ظروف حتى على المستوى الشخصي، نهتم ان احنا نطور نفسنا، ونهتم ان احنا نتعلم العلوم اللي ممكن تفيدنا في حياتنا ان شاء الله. فاللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو فكره الاستدامه وفكره البيم، وازاي ان احنا نقدر نستفاد من التكنولوجيا الحديثه اللي الناس كلها بتتكلم عنها في حاجه كويسه جدا، الا وهو ان انا اعمل مبنى يصلح ان الانسان يعيش فيه. اغلب المباني اللي احنا موجودين فيها الانسان ما يقدرش يعيش فيها، بمعنى لما حصل الكورونا واضطرينا ان احنا نشتغل من البيت ونقعد في البيت، ناس كتير جالها امراض بسبب ان البيت مش مصمم ان انت تقعد فيه، البيت مصمم ان انت خلصت الشغل تيجي تنام فيه لا اكثر ولا اقل. فمجرد ان انت قعدت في البيت، المكان غير مهيأ. يعني على سبيل المثال، مثلا كنت شغال في الشركه ما فيش فيها شبابيك، يعني نظام من برج، فهو لاغي كل الشبابيك من كل الادوار، فده بيؤدي ان ما فيش تجديد للهواء. يعني التكييف بيجيب لك درجه بروده لكن ما بيغيرش الجو، فده بسبب امراض. مجرد ان انت تقعد في المكان دوت بدون اي حاجه خالص، قاعد عمال مثلا تتفرج على التلفزيون، يجي لك امراض. فاضطرينا ان احنا نعمل دراسات ونجيب جهاز للقياس الضرر واو، ففي الاخر اكتشفنا ان ابسط حل عشان ما نغيرش النظام بتاع المبنى ان احنا نزرع النباتات. فتخيل ان انت مثلا بتعمل تصميم للبيت، التصميم دوت انت يعني ممكن ربنا يحاسبنا عليه يوم القيامه، يقول لك انت ليه ما صممتش حاجه للانسان، انت صممت عشان يتقال ان انت مهندس شاطر، صممت حاجه يكون شكلها جميل لمجرد ان يتقال ان فلان ده بيعمل حاجه شكلها حلوه، شفت حاجه حلوه في بلد من البلاد، خدت التكنولوجيا من غير ما نفهمها وطبقناها في بلادنا. يعني الابراج الزجاجيه طبقناها في بلادنا من غير ما نكون فاهمين
ان درجه الحراره غير متناسقه، او يعني درجه الحراره هناك ينفع ان نتصمم فيها واجهات زجاج، لكن عندنا مشكله كبيره جدا. طيب فلازم طول ما احنا بنفكر فكره الاستدامه، ازاي ان احنا نعمل مباني صديقه للبيئه، سواء استخدمنا فيها خشب، سواء استخدمنا فيها زجاج، سواء استخدمنا فيها حجر، يعني ممكن دي تولز كلها بنستخدمها حسب المشروع اللي موجود. يعني ناس تفتكر الاستدامه ان انا هبني بالطوب الني، لا، انت ممكن تروح مشروع تبنيه بالخشب، تبنيه بالحجر، لكن بتراعي المبادئ بتاعه الاستدامه. طب ايه الاستدامه اصلا؟ الاستدامه ان انا افي باحتياجات الجيل الحالي، ان الجيل الحالي ده مثلا محتاج ان هو يبني بكميه معينه من الموارد، فانا هبني بالموارد ديت وما هدرش الموارد تحتي. يعني ممكن انا عايز 100 طن، لكن لان انا ما عرفتش ادير الموضوع بشكل حلو، بدل ما استهلك 100 طن استهلكت 200 او 300 طن، سواء مثلا عملت حاجه وكسرتها، سواء عملت حاجه وما استخدمتهاش، فكده انا جيت على الجيل القادم، يعني استهلكت حاجه مش من حقي، ده من حق اولادي واحفادي. فعشان كده لازم نتعامل بشكل حلو جدا مع الموارد، ما نفتكرش ان الموارد دي لا نهائيه. الاشجار بنقطعها، ده يعني صعب جدا ان انت تقعد تزرع اشجار تاني. المواد الخام، الاسماك، كل المواد الخام لازم ان احنا نحافظ عليها. فمن اكتر الحاجات اللي هتفيدنا الموضوع البيم، ان انا بتجنب ان تحصل مشاكل وانا شغال. طيب احنا حاليا كلنا بنعاني من درجات الحراره والحاجات دي كلها، فكل الحاجات دي ليها المباني ليها تاثير. يعني لو قدرنا ان احنا نبني المباني بشكل كويس، ده هيؤدي لتحسن في البيئه. يعني هو اللي حصل ان المباني والمصانع والحاجات دي كلها بدات تعمل زي صوبه زجاجيه، بحيث ان اشعه الشمس بتدخل، بدات الحراره تزيد في كل الاماكن، نتيجة ان احنا مركزين قوي في ان احنا كل الشوارع اسفلت واسود، وبدا يحصل تاثيرات كتير جدا في البيئه. فده ادى ان درجه الحراره بدات تزيد بشكل مبالغ فيه، ما كناش بنشوف درجات الحراره دي قبل كده. بدا الجبال الثلج بدات انها تدوب، فبدات الميه تزيد وتغرق بعض المدن زي ما شفنا في ليبيا، وبدأ في خطر على البشرية بسبب إن درجة الحرارة بدأت تزيد، وناس كتيرة بدأت تموت بسبب درجة الحرارة دي. فمش المصانع بس المسؤولة، المباني نفسها مسؤولة. يعني كمية الانبعاثات تقريبا 84 جيجا طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لحد عام 2050. فلازم إن احنا نغير ونبدأ نشوف إيه أحسن طرق إن احنا نقلل استهلاك الطاقة، وندور على بدايل، يعني زي حاجه زي الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، نقدر ان احنا نوفر الطاقه المستهلكه في المباني عشان نقلل معدل ارتفاع درجه الحراره. التصميمات اللي احنا بنعملها للمباني دي، لو كل واحد فينا بيصمم مبنى بدا يراعي العوامل ديت، ده هيؤدي في المجموع ان الكوكب الارض نفسه هيبدا ان هو يتحسن، ويبدا ان هو يشم نفسه. ففي حاجات كتيره جدا بدات انها مثلا الابنيه الخضراء المعتمده بمجلس البيان الاخضر في الهند، قدروا يوفروا من 40 ل 50% من الطاقه و20 ل 30% من الميه المستهلكه. مش معنى كده ان هم فصلوا الكهرباء ساعتين ثلاثه، او ان هم منعوا الناس تستحمى، لا، الطاقه بس ايه، بداوا يستخدموا حاجات موفره، بداوا يستخدموا تصميمات ذكيه او تصميمات ممكن تكون بسيطة جدا، لكن هو قدر يعمل تصميم يخلي الطاقة الشمسية او ضوء النهار موجود طول اليوم، بحيث ان انا ما اضطرش ان انا اعيد النور اثناء النهار، لا، اعيده بالليل مثلا. مش معنى كده ما بستحماش، بدا يجيب انواع معينة، فيكتشر، بلامنج فيكتشر معينة تعمل رذاذ من المية، بحيث ان الواحد بيستحمى بالدش باقل قدر ممكن من المية. قدروا ان هم يقللوا الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبه 30 ل 40% ده في جنوب افريقيا، وبالذات لو انت تاخد شهادات زي الليد ده شهاده امريكيه. في دلوقتي ناس لما تيجي تسافر يقعد يدور على فندق يكون واخد مثلا 5 أو 4 نجوم، او يعني واخد شهاده في الليد، سواء مثلا البلاتونيوم او الذهبي، بحيث ان ده المكان ده صديق للبيئه، فانا بحاول ان انا اشجع الحاجات الصديقه للبيئه.
فالمبنى يكون صديق البيئة امتى؟ لو هو بيستهلك طاقة اقل من المعتاد، يعني لو مبنى تاني ممكن يستهلك طاقة اكتر. احنا عشان استخدمنا افكار، مش استخدمنا البيم، استخدمنا افكار، قدرنا نقلل استهلاك المية. يعني ممكن مثلا بدل ما في مية كتيرة جدا بتضيع في ري النباتات والزرع، لا ممكن نعيد استخدام المية اللي هي الرمادية او اللي هي كنا هنرميها ان احنا نسي بها الزرع، نقلل الهالك. نبدا ان احنا نفكر واحنا يعني من ضمن المبادئ اللي احنا بنعملها ان احنا نعمل حاجه تكون تراعي البيئه، تراعي المجتمع، تراعي الاقتصاد. يعني مش لازم ان انا عشان اعمل حاجه صديقه للبيئه تكلف ضعف حجم المبنى، لا ممكن تكون نفس السعر يعني. طيب عندنا حاجه اللي هي الجرين بيلدينج، اللي هو مبنى يكون صديق للبيئه ويكون مراعي فيه كل المبادئ اللي موجوده. الاستدامه اشمل من الجرين بيلدينج لانه بيراعي المجتمع وبيراعي الاقتصاد. طيب الاستدامه هيبقى فيها جزء انفايرمنت، ان انا بشوف تاثير المبنى اللي انا هبنيه على البيئه، تاثيره على الطاقه، تاثيره على استهلاك الميه، تاثيره على الهالك او النفايات هتبقى عامل ازاي. من الناحيه الاقتصاديه ان انا اقدر اوفر بدل ما هو بيستهلك قدر معين من الطاقه او قدر معين من الميه او مكلف، لا نقلل التكلفه ديت فتبقى الفواتير تيجي بشكل معقول. بشكل على الصحه برضو، ان يكون المبنى يكون فيه تهويه، يكون فيه اناره طبيعيه، ده بيقلل الامراض. فدي كلها عوامل لازم ان انا افكر فيها وانا شغال، ازاي ان انا اقلل استخدام التكييف، اخلي التكييف بيستخدم بس لما درجه الحراره تزيد. مجرد ان احنا عملنا الحوائط السميكه زي المباني بتاعت زمان، تقدر ان انت تقعد في المبنى ده وتكون مستريح فيه جامد جدا، يعني مش محتاج لا مروحه ولا تكييف، لمجرد ان احنا زودنا اليو فاليو او زودنا السمك بتاع الحوائط. دلوقتي الناس كلها بتبني حوائط رفيعه عشان يزود المساحه الداخليه، وفي المقابل بيضطر ان هو يركب اجهزه تكييف. كان شيخنا حسن فتحي الله يرحمه كان يقول ان ربنا مش هيسامحني ان انا زودت درجه الحراره 17 درجه على اساس ان انا بدات اعمل الحوائط الزجاجيه، فالحوائط الزجاجيه دي بتدخل اكبر درجه حراره من الشمس، فعشان الناس تقعد فيها مضطر ان انا اركب اجهزه تكييف، ففي طاقه كتير جدا بتستهلك. كنت ممكن اتجنب الموضوع دوت بمجرد ان انا بدور على ان الانسان يكون مستريح في المبنى، واعمل حاجه تكون صديقه للبيئه وصديقه للانسان اللي هيعيش فيها. ادور افضل ماتيريال ايه، افضل ماتيريال ممكن تكون صديقه للبيئه. دي بالنسبه للاستدامه. الاستدامه فكره قديمه جدا من ايام زمان، يعني هتلاقي بعض الكتب بيقول لك ان بدات الاستدامه او بدا الاهتمام بالاستدامه سنة 1973 مع حرب اكتوبر 1973، لما السعودية منعت تصدير البترول. الناس بدأت تحس بقيمة البترول، بدأت تحس ان تدفئة المنازل مكلفة، العربيات مكلفة، بدأوا يدوروا على حلول، فبدأ الاهتمام بالاستدامة. لكن فكرة الاستدامة من بداية التاريخ، والناس بتبني حاجة تكون صديقة للبيئة. طيب ندخل بقى على فكرة البيم، Building Information Management، يعني انا عايز ادير معلومات المبنى من اول ما يكون فكره، انا بفكر ان انا ابني مبنى، لحد التصميم، لحد الانشاء، لحد التشغيل، لحد لو انا عايز اهدمه اقدر استخدم المعلومات بشكل صحيح. يعني انا دلوقتي لو انا عملت مبنى وبعد كده المبنى ده عجب الناس فقالوا لي اعمل مبنى تاني وتالت، فالمبنى الاولاني عرفني التكلفه هتبقى قد ايه بالظبط، عرفني معلومات عن المشاكل اللي ممكن تقابلني، عرفني هياخد وقت قد ايه، فبقى عندي امكانيه ان انا اقدر ابني واحد بشكل افضل. فدي الفكره بقى، ان انا المبنى الاولاني ده انا مش هبنيه على الحقيقه ويكلفني كتير، انا هبنيه على الكمبيوتر، والكمبيوتر ما دام معمول بالبيم هيبدا ينبهني للمشاكل قبل ما تحصل فابدا ان انا احلها. يعني هيقلل المشاكل لان انا خلاص اكتشفت ان في مشكله في المكان الفلاني ومشكله في المكان الفلاني وابدا ان انا احلها. فالبيم بيخليني اتنبا بتكلفة المشروع، بالوقت بتاع المشروع، بالمشاكل بتاعة المشروع، بيخلي فيه تصور عند الناس كلها المشروع ده شكله النهائي هيبقى عامل ازاي،
اقدر اتخيل، اقدر اخد الشغل دوت ودي كل برامج الاستدامه اتاكد ان المبنى ده ممكن يحقق لي الاستدامه ولا لا. في مسجد مشهور جدا في مصر يعتبر الهرم الرابع اللي هو جامع سلطان حسن. سلطان حسن ده كان من المماليك وكان ليه قصه كده، فهو نظر ان لو خرج من المشكله اللي فيه ان هو يبني جامع كبير، وراح سال يعني اكبر ايوان، ايوان يعني مكان واسع كان ممكن يتناقشوا فيه، فقالوا له اكبر ايوان كان ايوان كسرى، فقال لهم انا شوفوا مساحته دي واعملوا واحد اكبر. فعملوا حاجه ضخمه جدا لكن كانت مكلفه لخزانه الدوله، بالذات الفتره دي كان فيها يعني مشاكل والحاجات دي كلها. فكان قال الجمله بيقول لك لولا ان يقال ان سلطان مصر لم يستطع ان يبني مسجدا لامرت بوقفه. هو كان متخيل ان المشروع ده هيكلف مبلغ معين، لكن المشروع ده لان مش قادرين نحدد التكلفه دي ما عملناش زيه قبل كده، اتكلف اضعاف اضعاف اللي هم كانوا بيفكروا فيه. ودي كانت مشكله بتواجه المشروع لو هو اول مره اتعمل، لو هو يونيك وما اتعملش قبل كده وعايز تعمله، انت مش عارف هل هيتكلف اكس ولا هيتكلف اكتر. فبنضطر ان احنا نستخدم البيم بالذات لو مشروع جديد، ان احنا نحاول نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا، نعرف ايه افضل تصميم موجود زي ما هنشوف مع بعض. فهو بيلدنج انفورميشن مانجمنت، ازاي ادير معلومات البناء. طيب البيم هيساعدني في ايه؟ ان انا اتخذ قرار، يعني ممكن يكون عندي حلين انا مش عارف ده ولا ده، فمن خلال البيم ممكن اعمل الحلين، مش هياخد مني جهد. يعني لو انا حبيت ان انا اعمل الحلول دي حقيقيه على ارض الواقع هيكلفني فلوس وتكلفه ونقل، انما في الكمبيوتر بعمل الحلين وابدا ان انا اقارن بينهم. في ريتنج كومبلاينس، يعني الليد ده عباره عن نقط، كل ما بتعمل حاجه بتاخد نقطه نقطتين ثلاثه، فبتاكد ان انا عملت النقط دي ولا لا، واقدر ان انا احسن اداء المبنى، واقدر ان انا اشارك المعلومه بين كل الاقسام اللي موجوده في المشروع. فبيبقى فيه كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان اعمل دراسه مستدامه، زي مثلا مكان المبنى، تمام، وممكن البيلدنج اورينتيشن ان انا لو لفيت المبنى مثلا تاثيره يبقى عامل ازاي. ممكن لو انا لفيت المبنى بدرجه معينه وفاجئ ان انا قدرت اوفر مثلا 20% من استهلاك الكهرباء، ده ما عملتش حاجه غير بس ان انا غيرت اتجاه المبنى قبل ما ابدا الشغل بتاعي. ساعات بعد ما بتخلص المشروع وتيجي تزور الموقع تفاجئ ان في حاجات حضرتك ما شفتهاش وما فهمتهاش او ما اكتشفتهاش غير بعد ما المبنى اتعمل. فتخيل مثلا ان في مدينه اتعملت، تمام، انت المصمم بتاعها، واتعملت في 15 سنه، وخلال ال 15 سنه دول انت عمال تعمل مدن ثانيه، لكن فوجئت لما زرت المدينه دي ان في حاجات كتيره حضرتك ما كنتش واخد بالك منها وانت شغال. فتقول اه ده انا لو رجع بيها الزمن كنت عملت الحاجات دي كلها. فانت بتكتشف الحاجات دي على الكمبيوتر، فبيكون في امكانيه ان انا اغير التصميم بتاعي قبل ما يبدا ان انا اشتغل في الموقع. ممكن تبدا تقول ايه، طب انا عايز اعمل كذا دراسه. زمان قبل موضوع البيم دوت كنا بنعمل تصميم معين ونعمل مثلا اناليسز عليه 3 ايام، وبعد كده نعمل تصميم تاني ونغير فيه بعض الحاجات ونعمل فيه 3 ايام وهكذا. فكان ممكن مثلا عشان نعمل 3 تصاميم ممكن ناخد لنا فيها مثلا اسبوعين، نبدا ان احنا نعمل تصاميم ونعمل الدراسه بتاعتها. لكن من خلال البيم انت ممكن تعمل تصاميم بسرعه، وبالذات لما بنربطه بالذكاء الاصطناعي ان انا اديله جينيريتيف ديزاين. جينيريتيف ديزاين يعني هو بيقعد يعمل توليدات من نفسه. يعني انا اقول له مثلا ايه، افترض، ودي موجوده حتى في الريفت، تمام، وموجوده في كذا برنامج. افترض ان انا عايز اعمل برج، طب افترض ان هو في كذا تصميم، اختار بقى التصاميم من اللي منهم. فببدا اقول له اعمل لي متغيرات كتيره، افترض ان ارتفاع الدور 3 أو 4 أو 5، وابدا اقارن بينهم، وافترض ان هم 10 أو 20 أو 30 أو 40 دور، يبدا يعمل تصاميم كتيره جدا ويعمل اناليسيز ويبدا يقول لي احسن تصميم ممكن اشتغل عليه اني واحد. فهو بيفيدني برضو البيم في ان انا اقدر انسق بين الاقسام المختلفه، بين الاستراكشر والاركتكشر والام اي بي. والميزه ان المشروع كله بيبقى موجود في ملف واحد عكس الاوتوكاد بيبقى في 100 ملف اوتوكاد، فممكن انا اعدل حاجه في السكشن وانسى اعدلها في البلان، او اعدلها في المعماري وانسى اعدلها في الكهروميكانيكال. عملت مثلا فتحه معينه
وغيرت فيها ونسيت ان انا اغيرها في الاستراكشر او في الميكانيكال او في الالكتريكال، ففي الموقع بيبقى محتار امشي على انا واحده فيهم، انما مع البيم بيبقى كله موجود في نفس المكان لو انت شغال بيم صح، لان ممكن واحد يكون بيستخدم برامج البيم لكن هو مش ماشي باسلوب صح فبتحصل مشاكل. طيب بيبدا معايا المشروع من اول يوم، اول ما بفكر عندي فكره ان انا اعمل مشروع، وبعد كده بيبدا يتطور معايا في كل مراحل المشروع ببدا اطور البيم. يعني البيم بيبدا امتى؟ من اول يوم، وكل شويه ببدا ان انا اطور فيه، فببدا ان انا ادخل كل الداتا اللي انا عايزها بحيث ان يبقى عندي الشكل بتاع المبنى، يبقى عندي اتجاه المبنى، اللوكيشن بتاع المبنى، وبعد كده ابدا بقى اعمل الاناليسيز عشان اطور التصميم بتاع المبنى. ممكن مثلا اعمله على شكل يو او على شكل بي او اي شكل انا عايزه، وممكن تفتحه مثلا من هنا تقفل من هنا تغير الارتفاع بتاعه، وتبدا تعمل اناليسيز على الصن والشادو والسولار وكل واللايتنج كل الحاجات اللي انت عايزها، يبدا ان هو يديك الاناليسيز اللي انت عايزها. زمان كان بيبقى فيه برامج كتيره كل برنامج متخصص في حاجه، فكنت باخد لوحه الاوتوكاد ال2 دي وابدا ان ادخل على برنامج برنامج وابدا اعمل ال3 دي في البرنامج دوت عشان يجيب لي اناليسيس، فكان بياخد مني جهد كبير جدا، وبالذات لما يحصل تعديل فاضطر ان انا اعيد التعديل ده في كل مشروع فيهم او في كل برنامج فيهم. لكن هنا انا عندي برنامج دلوقتي كان فيش زمان مشاكل اتحلت، المشاكل دي كان مثلا في برنامج ما بيقبلش من برنامج تاني، دلوقتي كل برامج بقت تقبل من بعض. يعني لو عملت الحاجه على الاركيكاد او الريفت او اي برنامج تاني وبعته لاي برنامج اناليسيس بيقبل بيه. طيب خلينا نشوف مثلا حاجه من اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان انا بدات اعمل كتله وبدات اعمل فتحات ليها، وكل مره فتحه ببدا اعمل لها اناليسيس واشوف انا الافضل، وكل مره استخدم ماتيريال وادخله على البرامج يبدا يقول لي افضل ماتيريال هتستخدمها تبقى ايه. ده المبنى او المدينه، ممكن مدينه معينه اعمل لها اناليسيس احدد المكان ويبدا هو يعمل اناليسيس للمدينه كلها، ويبدا يقول لي افضل حاجه ان الجزء ده مثلا يكون ارتفاعه قليل او ارتفاعه اكبر من كده، ويبدا ان هو يديني افضل حلول بحيث ان انا اقدر احقق افضل استخدام للمبنى. فانا هنا ممكن بيقول لي البيم ممكن تشتغل بالريفت او بالاركيكاد او باي برنامج من البرامج، المهم تصدره لملف البرامج اللي استخدمت تفهمه، ملف مثلا اي اف سي او جي بي اكس ام ال اللي هو جرين بيلدينج اكستند مارك اب لانجويج. وبعد كده تبدا بقى تدخل المعلومات اللي انت عايزها، زي مثلا الفلور بلان، الفتحات، الماتيريال، اللوكيشن، نوع التكييف الموجود، نوع الكهرباء اللي موجوده، ملف اليوزر داتا. طب هيجي لي ايه بعد كده؟ اوتوماتيك هو بيجيب لي الانرجي، بيجيب لي الكربون، ودلوقتي في دول مهتميه جدا بموضوع تاثير المباني على الكربون زي بريطانيا لازم تقدم تقرير بكده. في التهويه الطبيعيه، طبعا لو انا عندي تهويه طبيعيه هيكون افضل بكتير من استخدام التكييفات. في اللايف سايكل كوست، تكلفه المبنى ده مش اثناء الانشاء لا اثناء التشغيل هيكلفنا قد ايه، هل انا متوافق مع الليد ولا لا، هل انا متوافق مع الانرجي ستار ولا لا. فانا بدخل الداتا اللي انا عايزها، عشان احنا قلنا بيلدينج مباني انفورميشن معلومات مانجمنت فالاداره، فانا عشان اعرف ادير لازم بدخل كل الداتا اللي احنا قلنا عليها، فيطلع لي كل الداتا اللي انت ممكن تستخدمها او تفيدك في اتخاذ القرار. قلنا حاجه اسمها وزر داتا، وزر داتا ده ملف بيحدد لي اتجاه الرياح واتجاه الشمس، وبيحدد لي حسب الكود بتاع القشري كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها، عشان بيختلف من بلد لبلد، بتشوف اقرب مرصد ويبدا ان هو ناخد الملف دوت بيكون فيه كل الداتا اللي انا ممكن احتاجها. طيب دي امثله للاناليسز اللي احنا بنعملها، موديل موجود فيزيكال بنبدا بقى نعمل له ممكن نعمل تحليل للصوت للرياح لكل حاجه احنا ممكن نحتاجها في تصميمك. تمام، افضل حاجه احنا ممكن نعملها اللي هو الباسيف ديزاين، اللي هو ان المبنى ما بيحتاجش طاقه من بره، المبنى مكتفي بذاته، يعني الكهرباء اللي هو هيولدها مثلا من الطاقه الشمسيه هو ده اللي هو محتاجها، وممكن ياخد ميه مثلا من الرطوبه اللي موجوده في الجو. في جهاز حاليا موجود والتصميم بتاعه سهل، يعني ممكن لو جبت جهاز تكييف وفكيته ممكن تعمل منه الجهاز دوت، بيولد
الميه من الهواء، لو الهواء ده فيه رطوبه، يعني لو انت جنب البحر ففي رطوبه موجوده في الجو، فالجهاز ده بيحول او بيستخلص الرطوبه على هيئه ميه تقدر انت تشربها، تقريبا في حدود 5 لتر في اليوم حاجه زي كده. فخلاص انت عندك البيت ده لو في حصار او كهرباء قطعت انت مكتفي بذاتك، يعني ده اللي احنا بنهدف ليه، ان لو انا الكهرباء قطعت والمية قطعت لاي سبب من الاسباب انا عندي اللي يكفيني. طيب هنشوف بقى امثله عمليه على السوفت وير اللي احنا بنشتغل بيها. بس قبل ما نتكلم على السوفت وير لازم نقول جمله مهمه جدا، ان السوفت وير مش هي اللي هتعمل لك التصميم الصح او التصميم المستدام، انت اللي هتعمل التصميم المستدام. يعني ممكن هي تجيب لك النتائج لكن التصميم نفسه دي مسؤوليتك انت، انت لازم تدرس استدامه. عندنا مثلا في السودان الدكتور عثمان الخير من الناس الممتازه جدا في ان هو نفهم منه فكره الاستدامه وافضل اساليب للاستدامه. فلازم تفهم فكره الاستدامه وايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها والافكار الجميله اللي انت ممكن تستخدمها قبل ما تبدا ان انت تستخدم السوفت وير، لان السوفت وير مش هو اللي هيعمل لك البيت اللي يكون مناسب للانسان، الانسان هو اللي هيصمم حاجه مناسبه للانسان. طيب في برامج خاصه بالبيم زي الريفت والارشكاد وبرامج تانية كتيره خاصه بان انت تعمل موديل بيم. طيب بالنسبه للانرجي عندنا انرجي بلس وده قوي جدا لكن التعامل معاه مش سهل، يعني الواجهه بتاعته مش سهله. فعشان كده في برنامج اسمه ديزاين بيلدر وفي اوبن ستوديو، الاثنين دول معتمدين على الانرجي بلس، عمل واجهه سهله تقدر من خلالها تشتغل على الانرجي بلس. الديزاين بيلدر بفلوس وغالي، الاوبن ستوديو مجاني، وفي برنامج برضو اسمه ايكويست ده مجاني تمام، وفي اي اي اس هنتكلم عن كل واحده من دول بالتفصيل. لكن الاي اي اس ده للمدينه، الجرين بيلدنج ستوديو، والجرين بيلدنج ستوديو ده مع الريفت، لما بتطلب الريفت بتقدر ان انت ترفع الحاجات بتاعتك على الكلاود اللي اسمه جرين بيلدنج ستوديو وتبدا ان انت تشتغل بيه. وبرده انسايت 360، يبقى عندنا اتنين اونلاين اللي هو انسايت 360 وجرين بيلدنج ستوديو. في اتنين ما تستخدمهمش خالص، الايكوتكت والفزاري. الايكوتكت ده كان تبع شركه اوتوديسك والنتائج بتاعته كانت غلط، كنا ممكن ندخل داتا وهو يدينا النتيجه ونفس الداتا دي ندخلها مره تانية يدينا نتيجه تانية مختلفه. تقفل البرنامج تفتحه وتلاقيه ده طلع لك نتائج عشوائيه، فابعد عن الايكوتكت. الفزاري الشركه قفلته. طيب لو انت بقى مهتم ان انت تعمل حاجه خاصه بيك وتطور، ففي الداينامو ده مثلا مع الريفت، وفي الجراس هوبر ده مع الجراس هوبر مع الراينو، والداينامو مع الريفت. الجراس هوبر بتقدر تبرمج بيه حاجات هنشوفه مع بعض، تدرس لك الطاقه وتدرس لك التهويه وتدرس لك الاناره الطبيعيه وكل الحاجات ديت. وطبعا الماتلاب، بس الماتلاب يعني ادفانسد شويه الا لو انت كنت درست في الكليه تمام. فالليد بيقول لك ان في حاجات هي معترفه بيها لو طلعت نتائج منها زي الانرجي بلس والانرجي بلو والهاب، وكل الحاجات دي تقدر تاخد الشغل من برامج البيم وترفعه عليه. يعني لو انت بتشتغل على الهاب تقدر تاخد الشغل من برامج البيم وتصدره للهاب وتقول له انبوت، فيبدا ان هو تدخل فيه كل حاجه. الهاب برنامج بيحسب لنا محتاجين تكييف قد ايه في كل غرفه من الغرف، فعشان تحدد له الغرفه والغرف اللي حواليها وهل الغرف اللي حواليها مكيفه ولا مش مكيفه، فده كان بيبذل مننا جهد كبير جدا. دلوقتي اصبح الموضوع سهل. احمال التكييف صح يا باشمهندس احمد شهران، بيحسب لنا احمال اللود بتاع التكييف في كل غرفه. فبرنامج قوي جدا وبرنامج ممتاز، لكن كان بياخد مننا وقت عشان نقعد ندخل الداتا ديت. لكن لو انا عملت انبوت من ملف الجي بي اكس ام ال بيبدا ان هو يقرا كل الداتا دي على طول. طيب ده مثلا مثال، احنا في برنامج البيم بنبدا ندخل المبنى ده هيكون مبنى سكني ولا مبنى الناس اوفيس مكتب. ليه لازم ادخل الداتا ديت؟ لان الناس هتقعد قد ايه في المكان، يعني هل المكان دوت
للنوم، والناس طول اليوم ما حدش فيه، فده طبعا بيختلف في احكام في احمال التكييف، ولا هو اوفيس فممكن يبقى شغال 12 ساعه. بنحدد عدد الساعات، نحدد السكادول، وبنحدد هيبقى قد ايه، وممكن ندخل له مثلا انواع التكييف اللي هتشتغل بيه، هل هي مركزيه ولا لا مركزيه، ندخل له كل الداتا اللي احنا عايزينها، بحيث لما بتدخله المعلومه الصحيحه بيبدا يجيب لك النتيجه صحيحه. وتبدا مثلا ممكن يكون عندك انت لسه بتفكر في كتله، فبتدي له كتله وتقول له تخيل ان في كذا عدد من المباني واعمل دراسه ليها. طب لو غيرنا شكل الكتله، يعني احنا لسه ما استقرناش على شكل المبنى بيعمل ازاي، فممكن نعمل ماس كتله ونبدا ان احنا نعمل لها دراسه، ويبقى في كذا اوبشن ونبدا نختار بينهم. فده كده لسه ما بداناش التصميم بتاعنا، وقدرنا نشوف افضل حاجه موجوده ايه. فبنعمل موديل، نعمل له محاكاه، نبدا ان احنا نعمل له اناليسز، نبدا نشوف هل ده النتيجه بتاعته مرضيه ولا لا، في حاجه ممكن تكون افضل، فنبدا نقارن لحد ما نوصل للحاجه اللي ممكن تكون تحقق لي الاستدامه. برضو ممكن نعمل دراسه للظلال وللشمس، تحط كل الكتل اللي حواليك او كل المباني اللي حواليك، وتبدا تدرس الشمس هتبقى عامله ازاي. فلو احنا هنمشي في مشروع مثلا، ببدا ان انا انشئ المشروع، ادخل بيانات المشروع، واهم حاجه اللوكيشن بتاعي يبقى فين، ونبدا نعمل الكتله بتاعت المبنى، نبدا ندرس الشمس بتاعتها، ممكن ندرسها في خلال يوم او خلال السنه كلها او في لحظه معينه، ونبدا ان احنا نعمل دراسه للشمس. كنت حتى لسه بعمل للبيت بتاعي عشان موضوع كهرباء، فبنشوف هل لو ركبنا الواح شمسيه البيت بتاعي اقصر بيت في المباني اللي حواليا 4 ادوار والمباني اللي حواليا 8، فهنشوف الشمس هنقدر نستفاد من اشعه الشمس في ظل المباني اللي حوالينا ولا لا. فاحنا بنعمل دراسه للسولار بحيث نشوف هل لو ركبنا الواح الشمسيه هتكون ليها استفاده ولا لا. اهوت ده الورك فلو، ونبدا ان احنا نصدرها، ممكن تعملها على يد فيديو. ده شكل مثلا من الاشكال، بنعمل دراسه للمبنى، وغالبا بنحط كتل للمباني اللي حوالينا عشان نشوف تاثير المباني اللي حوالينا ازاي. دي كلها بتطلع في ثواني، ما بتاخدش وقت، يعني هو البرنامج مخصص ان هو يبدا ان هو يعمل لنا الدراسه، ويبدا ان هو يعملها كل يوم في الصيف في الشتاء وهكذا، بحيث ان احنا نعرف ايه افضل تصميم. ده بقى في الريل تايم، يبدا ان هو يدينا نماذج معينه، نبدا نشوف كل كتله فيهم ممكن تبقى تاثيرها عامل ازاي لو غيرنا شكل الكتله. طيب لو انا مثلا حبيت ان انا اغير ماتيريال معينه او اغير حاجه معينه، يعني هنا مثلا المبنى قلنا احنا هنركب سكاي لايت بنسبه 95%، فبنشوف استهلاك الكهرباء بيبقى عامل ازاي، والسي او 2 بيبقى عامل ازاي، والاداء بتاع المبنى بيبقى عامل ازاي. طب لو خلينا السكاي لايت الازاز اللي فوق 65%، طب لو خلينا 35%، ونبدا نشوف التاثير هيبقى عامل ازاي، ونبدا نقارن ونشوف انهي افضل تصميم ممكن. فتخيل ان انت مثلا عملت مبنى وصممته ونفذته فعلا، وبعد كده اكتشفت لا ان في حاجه لو انا كنت عملتها كان المبنى هيبقى احسن، لكن خلاص المبنى اتبنى، ممكن هتبقى في المباني اللي بعد كده. فلا هنا في استخدام البرامج بتاعت المحاكاه تقدر ان انت تعرف افضل اداء للمبنى يبقى عامل ازاي. دي بقى حاجه اسمها البراماتيك، ودي موجوده في تقريبا في كل برامج البيم، واللي بيشتهر بيها الرايلو، لكن هي موجوده في كل البرامج. يعني ان انا ممكن اقول له ايه الشباك دوت، انا عايز تكبر لي الطول بتاعه او العرض، وتقدر ان انت تتحكم فيه بسهوله. يعني في الريفت برضو موجود في الداينامو، ممكن اقول له طب عدد التقسيمات بتاعته او عدد الاوفر هانج اللي هي اللي بيحجب الشمس، طب هتكبر الاوفر هانج مثلا، وهكذا. بتبدا تشوف الاناره الطبيعيه هتتاثر ازاي بالتعديل اللي انت عملته، وتشوف افضل تصميم فيهم اللي ممكن يكون كويس للحاجه، وتعمل في الصيف وفي الشتاء، فتشوف انت عايز تدخل النور طول الصيف والشتاء، لكن في الصيف مش عايز تدخل حراره بزياده في البيت، فتبدا ان انت تشوف افضل تصميم اللي انت عايزه. هنا احنا برضو بندخل الداتا،
دخل داتا مظبوط هتبدا تطلع لك بيانات مظبوط. هنا قلنا له في زرار كده في ريفت اسمه هيتنج اند كولينج لود، بيبدا يعمل لي اناليسيس كانك دخلت على برنامج الهاب، بيجيب لي كل غرفه التكييف اللي فيها بيعمل ازاي. فانا عندي حاجه اسمها سبيس، السبيس دي بيبقى فيها كل المعلومات عامله زي الغرفه، بس هي غرفه لكن محطوط فيها المعلومات بتاعه استهلاك الكهرباء واستهلاك التكييف واستهلاك كل المعدات اللي موجوده والاحمال الحيه والميته وكل حاجه. فبيجيب لي اناليسيس لكل المعدات اللي انا ممكن اعملها. دي بقى حاجه اسمها كومبيوتيشنال ديزاين، اللي هو عباره عن ايه، ان انا عندي حاجه عايز اصممها، فبقول له صمم لي الحاجه دي، فبيفترض 1000 حل. طبعا انا مش هشتغل 1000 حل، فبقول له ايه، طب انا عايز الحلول اللي تحقق لي افضل استدامه، انا عايز الحلول اللي عدد الفلور او الادوار من 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 4 لـ7، اقل من كده احذفه، اكتر من كده احذفه، انا عايز المباني اللي محققه راحه حراريه. فبتبدا ان انت تتحكم في ايه لحد ما يجيلك اقل عدد من الحلول، لحد ما توصل لحل واحد بس. ممكن يكون عندك مكان كبير قوي عايز توزعه، فبتقول له انا عايز توزع، فيبدا يعمل لك 100 حل. قول له انا عايز بقى ايه التوزيع اللي هو يكون كله مثلا مواجه للشباك او كله مواجه للباب، انا مش عايز اي حل يكون عدد الكراسي فيه قليله. فتبدا ان انت تتحكم في الحلول بحيث يجي لك افضل حل ممكن. تمام، يعني ممكن يكون عندك تصميم برج، فتقول له اعمل تصميمات للبرج، فيطلع لي 1000 تصميم. قول له انا عايز التصميمات المعينه اللي فيها كذا، فيبدا ان هو يقللهم لك لحد ما توصل اللي انت عايزه. فده بيوفر له وقت، لو انا حاولت اشتغل على 100 تصميم الموضوع هيبقى صعب. طيب في برنامج بقى اسمه انسايت، نبص عليه سريعا. ده بيديله التصميم وهو يبدا يشوف التصميم دوت. احسن تصميم هيبقى عامل ازاي. تمام، يعني مثلا تصميم اهو ده مثلا مشروع معين، يبدا يقول لي الاستهلاك بتاعه هيبقى قد ايه. تمام، مثلا ده اهي الاستهلاك بتاعي $14.5 لكل متر مربع في السنه. ايه البرنامج اللي بيدينا اوبشن كتير ويفاضل بينهم؟ طيب اللي هو مش برنامج، هي الفكره نفسها كومبيوتيشنال ديزاين، ده موجود في الريفت، وهنتكلم عن كذا برنامج بيديني الامكانيه ديت. يعني في كذا برنامج هنذكرهم بيدونا الامكانيه دي، ان انا يديني اكتر من اقتراح وابدا اشتغل بيهم. ممكن نبرمجها في الداينامو، ماشي. طيب ده عباره عن ايه، هو بيقول لي الاستهلاك قد كده، فانا عايز اتحكم فيها. اعمل ايه بقى؟ هعمل كذا سيناريو، يعني سيناريو لو استخدمت نوع معين من الماتيريال، سيناريو لو استخدمت ماتيريال تاني. زي ما انت شايف دي كلها انا قللت الاستهلاك، كان الاستهلاك كبير وقعدت اقلل فيه. ممكن ازود انا برضو سيناريو جديد. تمام اهو، تمام، ده السيناريو، هو بيقارن كده بين كذا سيناريو، لو انا استخدمت كذا او استخدمت كذا او استخدمت كذا. فتقدر هوريك ازاي تقدر تعمل حاجه جديده. تمام، اقول له ضيف لي سيناريو جديد. طيب هنا البيلدنج اورينتيشن، طبعا البيلدنج اورينتيشن ممكن يعني خلاص هو المبنى اتحدد الاتجاه بتاعه، فممكن ما تقدرش تتحكم فيه كتير. تمام، هنا مثلا هنا عندي الاستهلاك 14، ممكن لو انا قللت كده دي انواع معين، ممكن انا استخدم نوع معين بيوفر لي اهو، ممكن ده او ده، هبدا اشوف انا واحد فيهم اللي هيوفر لي اكتر. يعني على سبيل المثال مثلا البي في، لو انا قللت مثلا ممكن استخدم دوت. فهو بيقول لي ان في مثلا 10 انواع من الزجاج، اني نوع فيهم ان انا لو استخدمته هيفرق معايا؟ يعني هنا مش هيفرق معايا خالص، تقريبا كلهم زي بعض، فممكن ايه عادي اختار الارخص بالنسبه لي. لا هنا هنا لو انا استهلكت النوع دوت هتلاقيه بيستهلك كتير، فانا وانا شغال على مشروع كنت اخترت مثلا النوع ده. فهو بيديني كل حاجه موجوده، اقدر ان انا اقول له مثلا الشادو لو انا استخدمت اني واحد فيهم هو ده اللي هيحقق لي توفير. زي ما انت شايف هو جايب حاجات كتيره جدا في الحوايط، في الشبابيك، في كل دوت. تمام، ده بالنسبه ايه للانسايت 360.
فبيديني تحكم في الهيتنج اند كولينج في اللايت في السولار، ببدا اشوف افضل اختيار ممكن اختاره عشان اوفر في الطاقه المستهلكه في المبنى. هذا الصوت الجميل في البرنامج دوت ان هو بيديني ان انا بعد ما عملت كده ان انا اقدر احمل الحاجه اللي انا غيرتها ادخلها في كل البرامج. تمام، هو هنا بيقول لي ان انت وانت في الريفت هتقول له بس ابلود، يبدا يعمل لك الاناليسيس ده اوتوماتيك، يعني مش مضطر ان انت تدخل داتا خالص، مجرد في الريفت تقول له ابلود يبدا ان هو يرفع لك الحاجه دي ويبدا يعمل لك الاناليسيس بتاعتها وكل حاجه. طيب البرنامج دوت لو احنا خرجنا بره، هو طبعا بيدينا اكتر من سيناريو تقدر تغرب بينهم. لو انا جيت هنا وقلت له ان انا عايز احمل الملفات بتاعتي اقدر ان انا احملها من هنا اهوت، ممكن اقول له اكسبورت، فبيقول انت عايز تصدر الحاجات دي لانرجي بلس، وده احنا قلنا ده قوي جدا لكن الواجهه بتاعته مش سهله، فعشان كده بنشتغل على الاوبن ستوديو. الاوبن ستوديو انا مسطبه هنا اوبن ستوديو اهوت، والايكويست برده موجود تمام لان انا بشتغل بيهم كتير، ممكن اصدرهم جي بي اكس ام ال، اغلب البرامج بتقبل جي بي اكس ام ال وهكذا. عندنا الانسايت اهوت، عندنا جرين بيلدينج ستوديو. جرين بيلدينج ستوديو برضو بمجرد ان انا شغال على الريفت هو بيعمل لي ملف تلقائي، تمام، يعني هو اوتوماتيك كل ما انا برفع الشغل من الريفت بيبدا ان هو ياخد الشغل بتاعي المشروع بتاعي ويبدا ان هو يديني كل الداتا بتاعته. ده مثلا مشروع بورك، هو اوتوماتيك بيبدا يعمل لي اناليسيس لكل حاجه. خلينا مثلا نشوف الاوبشن دوت. تمام، ده بيقول لي استهلاك الطاقه في السنه قد ايه، فانا ببدا اشوف حلول بحيث ان انا اقلل استهلاك الطاقه ديت. تمام، هنا بيقول لي الليد حققت فيه قد ايه وهكذا. هو اوتوماتيك بيبدا يجيب لي التحليلات دي كلها لما بعمل اي تعديل بيبدا يظهر. طيب تعال نشوف الووتر، جايب لي بقى كل، بيقول لي انت عندك كام تواليت وكم يورنال وكم سينك حوض وكم شاور. طيب لو انا غيرت مثلا قلت له انا دي هستخدمها لو فلو اللي هي بتقضي الغرض لكن الميه بتبقى استخدامها افضل، تمام، يعني دي حاجه بتكون ادفانسد شويه، فببدا احدد ايه الحاجات اللي اخليها لو فلو. فبيقول لي انت ممكن تستهلك اغلى شويه لكن هتوفر لك خلال السنه قد كذا، فممكن تكون هتوفر لي في خلال سنه يبقى انا اشتريها لان السنه الثانيه هتبقى ايه موفره لي كويس جدا، والسنه اللي بعد كده ممكن فجاه ان الثمن بتاعها غالي فهتجيب لي ثمنها او هتوفر لي ثمنها خلال 10 سنين، فممكن ما اخدش القرار دوت. وبقول له بقى ايه انا سعر الميه عندي قد ايه في الشهر، والصور لو احنا بندفع فلوس للصرف قد ايه، ويبدا ان هو يحسب لي هل انا هوفر لو انا رحت للحلول اللي هي معتمده من الليد لود ووتر افشنسي ولا لا، الدي لايت مع الليد. فكل دي بتبقى حلول ببدا ان انا ادور على حاجه اللي انا لو استخدمتها اقدر اوفر لنفسي. جرين بيلدينج ستوديو بيبدا يديني حلول اقدر ان انا استخدمها. طيب هنا البرفورمانس انرجي اناليسيز يوزنج بيلدينج اليمنت، ممكن البيم بيديني ان انا احلل الكتله نفسها لو انا لسه هبتدي الشغل، او لو انا حطيت الحوائط والابواب والشبابيك يبدا يعمل تحليل لكل الداتا، كل حيطه بتترسم ما تبقاش زي الماكس مثلا كتله، لا ده فيها تفاصيل اليو فاليو بتاعتها، فيها الماتيريال نفسها، فيها كل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها عشان يعمل اناليسيز. فهو انا بديله الشكل ويبدا ان هو ياخد كل الداتا، يعني بص لما بندخل ماتيريال
عندي حاجه اسمها فيزيكال، الحاجه نفسها المواصفات بتاعتها عامله ازاي، وحاجه اسمها ثيرمال، كل المعلومات الخاصه بانتقال الحراره موجوده فيها. مش مجرد ان اخترت ازاز فهو بيديني شكل الازاز، لا بيديني الفيزيكال بتاعتها، المواصفات بتاعت الفيزيائيه اللي موجوده لماده الازاز. دي ادنس اسمها لايتنج بلجن فور ريفت، تقدر تضيفها بحيث ان هو يوريك الاناره الطبيعيه هتبقى عامله ازاي في برنامج الريفت. طبعا كل حاجه يعني مش الريفت بس، في برضو كل البرامج التانيه اللي مش فاهم بعض. ايرم تولز برضو خاصه بالناس مهندسين الكهرباء او معماري عايز يدرس الاناره الطبيعيه تبقى عامله ازاي، يقدر يدرسها بالتولز ديت، بيبدا يوريه الاناره الطبيعيه، الاناره الصناعيه وهكذا، اللايتنج كله، كل الحوالي بتاعته. فدي بتبقى مهمه، ممكن يكون في جزء معين النور مش داخل له، فابدا اعمل الدراسه بتاعته واشوف ايه افضل طرق عشان ادخل اناره طبيعيه طول النهار. دي بعض الغرف عاملين لها دراسه طبيعيه بالشكل ده. ده برنامج ادنس بنضيفها لبرامج البيم، بيبقى اسمها ايكو سكور كارد، بيبدا يقول لك انت حققت الليد اني واحده فيهم، فممكن تتعلم على اي نوع من انواع الليد، هو يقول لك انت بالتصميم ده ممكن تحقق الليد او لا مش هتحقق الليد، او لو حققته هتحقق ايه اني واحده فيهم. الاي اس ده بيستخدم على مستوى المدن، تمام هنشوفه مع بعض. ده السفاري، ده بيشتغل مع السكتش اب ومع البيم عموما، تقدر تدرس لك موضوع التهوية. ده تالي، ده بيدرس لك الماتيريال اللي موجودة، أي ماتيريال موجودة يبدأ إن هو يعمل لك الدراسة بتاعتها يشوفها صديقة للبيئة ولا يعني. ممكن أقول له مثلا والله أنا لو هشتغل مثلا كونكريت هتبقى عاملة قد إيه، وكل ماتيريال فيهم بيبدأ يقول لي هتحقق الاستدامة بشكل ولا لأ. يعني نفس التصميم ممكن نستخدمه بأي ماتيريال من الماتيريال، حتى ممكن يكون في انواع مختلفه من الخرسانه، انواع مختلفه من الزجاج، فيبدا نعمل دراسات لكل واحده فيهم ونعمل لكل واحده فيهم اناليسز مختلف. عندنا الايكو ديزاينر، ده بيشتغل مع الاركيكات او الارشيكات، ده جواه يعني مش برنامج مستقل، لا ده جوه الاركيكات بيبدا يقول لك الدراسه طول السنه هتبقى عامله ازاي، استهلاك الطاقه بقى عامل ازاي، وحققت النجمه الستار ولا لا. هو بيديك شهاده كده لو انت فعلا حققت الاستدامه. في برنامج تاني اسمه فينتلي، عامل حاجه اسمها ايكو سيم، بيبدا يعمل لك دراسه برضو. ده من البرامج اللي بتعمل موديل، لسه ما كناش على البرامج اللي هي بتعمل استدامه، لا ده مع يعمل موديل وجواه برامج بتعمل استدامه زي الريفت، في بعض التولز اللي جواه بتعمل استدامه. طيب لو انا لسه هختار مكان، في برنامج اسمه انفرا ووركس، ده بقول له ايه، انا دلوقتي عايز مكان يكون قريب من المحطات الاتوبيس، او مكان يكون قريب من يعني خدمه معينه، فيبدا ان هو يعمل لي دراسه ويقول لي ايه انسب مكان ليك. يعني هقول له مثلا انا عايز اماكن قريبه من مصادر الميه او قريبه من المباني، الليد بيديني 16 درجه لو انا قريب من اماكن الخدمات، بحيث ان الناس مش هتضطر انها تركب مواصلات، او مش هتضطر انها تمشي، او مش هتضطر وهكذا، فبيبدا يديني يشجعني ان انا اعمر المكان قريب من السكن، تمام. ليه؟ لان هم كانوا كود امريكي، فهو عايز يحافظ على الغابات اللي موجوده هناك، مش عايز ناس تكسر في الغابات وتبني هناك، فهو بيشجع ان هم الناس تستهلك الاماكن الموجوده. فده برنامج لو انا لسه مش مخترتش قطعه الارض اللي هعمل عليها المشروع، بيساعدني في اتخاذ قرار ان قطعه ارض ممكن ابني عليها المشروع. طيب في برنامج برضو اسمه اوتوديسك سي اف دي، ده بيعمل دراسة لحركة الهواء، يعني لو انا عندي مثلا تهوية سبلاي وتهوية ريتيرن، اماكن لدخول الهواء واماكن لخروج الهواء، فالافضل اعملهم كلهم صف واحد وسبلاي وصف تاني ريتيرن عكسه، ولا اعمل تنويع اخلي واحدة سبلاي واحدة ريتيرن واحدة سبلاي واحدة ريتيرن، ولا اخلي السبلاي جنب الباب ولا بره الباب، يعني بيعمل دراسة لخروج الهواء. غالبا احنا بنستخدم السي اف دي يعني في الشغل العملي عشان نعمل دراسه، لو دي اجباري في قطر، لو حصل لا قدر الله ان في سياره حصل حريق في قلب البيزمنت في البدروم ودخان، فهل الدخان ده الاجهزه بتاع التكييف هتشفط الهواء ولا هيفضل فيه دخان، فممكن نحدث كوارث. فده من ضمن الدراسات الاجباري اللي احنا لازم نعملها. ده سي اف دي اهوت،
كومبيتيشنال فلويد دايناميك، يعمل دراسه لحركه الهواء، ودي مهمه جدا. ده برنامج تاني اسمه انسيس، ده برنامج اقوى من اوتوديسك سي اف دي، يعني النتيجه بتاعته بتطلع اقوى. الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعمل دراسه الهواء، ممكن تكون مثلا دراسه للراحه، الشخص مثلا قاعد في مكان فيبقى قاعد مستريح ومبسوط فيه. ده من ضمن المشاريع اللي عملنا فيها موضوع سي اف دي، الناشونال ميوزيوم في قطر، في اجزاء معينه مش في كله، اجزاء من اللي هي الاجزاء المهمه. طيب لو احنا بنتكلم على حاجه ضخمه زي مسجد شيخ زايد في الامارات او مدينه كامله، فالاي اس يقدر يعمل لي دراسه للمدينه كلها، ودراسه مثلا لشكل الاضاءه اللي هيبقى موجود، او اشعاع شمسي في الصيف في الشتاء، بيبدا بقى يعمل لي كل الدراسات اللي انا ممكن احتاجها، وايه الشهادات اللي انا ممكن اخدها. ده في عمان، مسقط عمان. ده برنامج متخصص في اللايتنج دايلكس، ده مهندسين الكهرباء كلهم شغالين بيه دلوقتي. اي برنامج، برامج البيم يقدر يصدر الشغل بتاعه للدايلكس وتعمل دراسه تحته. ده كلايمت ستوديو برضو بيعمل دراسه للاناره هتبقى عامله ازاي اثناء اليوم كله. عندنا برضو ده، طيب خلينا نشوف ايه البرامج. الراينو وجراس هوبر. الراينو ده برنامج بيعمل كتل كويسه جدا، جواه برنامج اسمه جراس هوبر. جراس هوبر اوبن سورس، فناس كتيره بتشتغل عليه وبتعمل حاجات قويه جواه، فتقدر انت نفسك تعمل حاجات بالجراس هوبر، تدرس لك حاجه معينه انت مهتم بيها. يعني تقدر مثلا تعمل دراسه لاشكال مباني كتيره، لو انا خليت المبنى دائري او خليته مربع او مستطيل او خليته شكل هرمي هيبقى عامل تاثير ازاي. فبتقدر تعمل شغل براماتيك عليه عالي جدا. وبيقدر تصدر له الريفت، وتقدر ان انت تصدر له الاوتوكاد زي ما انت عايز. فعندنا حاجه اسمها ليدي باج. ليدي باج يقدر يدرس لك الإنارة والرياح، كل ده يقدر ان هو يدرسه لك في قلب الراينو جراسوبر. ده اسمه ليدي باج. البتر فلاي بيبدا يدرس السي اف دي، بيشوف حركه الهواء هتبقى عامله ازاي. وميزه الاثنين دول ان هو بيعمل لك دراسه طول السنه، يعني مش بيجيب لك رقم ثابت، لا بيبدا يوريك رؤيه كده طول السنه كل يوم هيبقى عامل ازاي. الهاني بي برضو من تولز، لغايه دلوقتي احنا لسه ما خرجناش من جراس هوبر، فبتلاقي ان هو بيعمل لك الدراسه الخاصه بيه، الاناره خاصه، ويبدا ان هو يبدل المعلومات دي مع كل البرامج اللي انت عايزها، بحيث ان هو يعمل لك اكبر دراسه ممكنه لللايتنج. فدي كلها تولز شغاله تحت المظله بتاعه الراجل. في ديفا، ديفا بيعمل دراسه يقول لك اذا كنت محقق الليد ولا لا، الريديشنال ماب، السولار. طيب في برنامج قوي جدا انا عملت له فيديو هنا، بحيث لو حد حابب ان هو يتفرج عليه، اسمه اوتوديسك فورم اي اي. ده من اوتوديسك، والبرنامج ده خطير جدا، او هو موقع هو مرتبط بالريفت، لو عملت تعديل في الريفت بيبدا يظهر هنا والعكس، لكن لازم تكون معاك النسخه اصليه. انا عملت فيديو كامل عشان لو حد يفهم الفكره كلها، ان انا بديله مساحه، المساحه دي ممكن تعمل عليها ابراج كتيره جدا. فبيعمل دراسه، لو انا عملت المبنى ده بشكل معين او عملته بشكل معين، خلينا نشوف الفيديو كده عشان يبقى ظاهر معاكم. يعمل دراسه مثلا للرياح، للظلال، للصوت، يعني هل لو انا خليت العربيات تعدي في نص المكان ده هيبقى كويس ولا لا. الميزه ان اي ملف ريفت عندك تقدر تقول له افتحه لي على الفورما، او تقدر تاخد حاجه من الفورما تدخلها في الريفت عادي. او المكان اهوت، بقول له بقى ايه، طب اعملوا لي 4 ادوار 5 ادوار، يعمل لي حلول كتيره جدا. طب اختار لي انت بقى افضل حل فيهم. طب اعمل لي دراسه للشجر، للشمس، للرياح، للضوضاء، كل دي دراسات هو بيعملها في ثواني.
طيب لو انا خليت الشارع مفتوح الناس تعدي من المكان، ولا لما اخليه الشارع بتاعي مقفول بحيث ان اللي بيدخل بيبقى هو اهل المنطقة دي بس؟ فده من ضمن الحاجات اللي سهله جدا في التعامل، والنتائج بتاعته كويسه جدا. طبعا الديزاين بيلدر من اشهر الحاجات، لكن هو بفلوس، فانا عشان كده بستخدم في الشغل بتاعي اوبن ستوديو، وشرحناه بالتفصيل يعني ازاي تدخل الداتا. انت بتدخل الداتا وبعد كده تقول له اعمل ران، فيبدا يجيب لك النتائج بتاعه الاناليسيس. بتبدا تحدد الويزر فايل، تديله ملف الويزر فايل بيبقى فيه اللوكيشن وفيه سرعه الرياح واتجاهها وكل حاجه، تمام. فده دي اول معلومه لازم ندخلها له، اللايف سايكل كوست. وبعد كده بندخل له بقى السكادول، يعني المبنى ده مثلا بيشتغل كام ساعه، بيشتغل 24 ساعه، لو فندق مثلا نفترض ان هو شغال كام ساعه، الاستهلاك بتاع الكهرباء، الاستهلاك بتاع الاشخاص، كل دي طبعا معلومات احنا بندخلها، وبندخلها بسهوله لان هي بتدخلها من اخر مشروع انت اشتغلت فيه، تبقى موجوده هنا تقدر ان انت تسحبها. عندك لايبراري بكل حاجه تقدر ان انت تحطها، تمام، تسحب خلاص بقت معاك المعلومه تقدر تحطها في المكان اللي انت عايزه. في الاخر بيطلع لنا نتائج. البرنامج شرحينه بالتفصيل لان هو برنامج مجاني، فبنحب ان احنا نشرحه عن الديزاين بلتر. ايكويست ده برنامج برضو انا مشتغل بيه لان هو مجاني، تقدر تحدد بقى انا عايز اعمل مشروع جديد او عايز افتح مشروع انا كنت شغال فيه قبل كده، فتلاقي كل المعلومات اللي تقدر انت تحتاجها، وتدخله بقى معلومات المشروع، البيلدينج شيل، طب اللود، الاحمال اللي موجوده، الحاجات بتاعت الاتشفاك، اليوتيليتي، كل الداتا دي بندخلها عشان ايه؟ نقدر احنا نشتغل في المشروع ده بشكل كويس. فا ايكويست من البرامج اللي الواحد بيهتم بشكل كويس. انفي ده بيشتغل على مستوى المدن، يبدا يعمل لك دراسه على مستوى مدينه مش على مستوى مبنى. وزي ما قلنا ان انت تقدر تشارك المعلومات دي من خلال ملف الاي اف سي او الجي بي اكس ام ال، تمام. دي بعض الاختصارات اللي حاطينها عشان ايه لو حد حابب ان هو يتعرف عليها. من ضمن الامثله الجميله في الاستدامه مشروع اسمه لوسيل، بالتالي في السودان في منطقه اسمها لوسيل برضه. لوسيل ده موجود في قطر، اشتغلت انا في بعض المشاريع اللي موجوده فيه. كان في بوليفارد عباره عن 18 برج اشتغلنا فيه، كم برج كده يعني، اشتغلنا في شويه مشاريع كده في لوسيل. من ضمن الافكار الجميله فيه، هو طبعا مشروع فيه حاجات كتير جدا كويسه، في تقريبا 17% من المساحه حدائق خضراء مفتوحه للناس كلها عايزه تخرج تغير جو وتقعد مع الاولاد، فمفتوحه في اماكن كتيره يعني، في شويه مزايا كده من ضمنها اللي احنا هنقف عندها النظام بتاع رمي المخلفات. كل بيت بيبقى فيه مكان كده في البرج بتروح رمي فيه، ما مش بتتجمع في مكان وعربيه تيجي تلمها، لا هي بتتلم من تحت الارض وتتجمع مره واحده، فمفيش عربيات بتخش تلم القمامه، لا هي بتتلم من تحت الارض وتروح لمصنع يتم ان هو ريسايكل او اعاده استخدامها، وممكن يبقى فيه نفايات فيها. في ان شاء الله كتابين هبعتهم لمهندس حسن يشاركهم معاكم، والبرزنتيشن ده برضو تقدروا انتوا تتحملوه، وفي فيديوهات خاصه بشرح البرامج اللي احنا اتكلمنا فيها. اتمنى ان شاء الله يعني ايه يكون فيها فايده باذن الله. انا الحمد لله خلصت ساعه بالظبط، وفي بقى ان شاء الله وقت الاسئله، فلو حد عنده اي سؤال. طلعت كلام مهندس، كل الشكر. انا بانتظار الروابط اللي حاب ترسلها لي، وانا ارسلها في الشات او كمان روابط الكتب يعني، ونعطي كده دقيقتين للحضور اللي حاب ياخذ المايك، او اللي حاب يكتب استفسار مباشره في المحادثه، اللي حاب يرسل استفساره خاص وانا اطرحه على المهندس. اهلا معكم.
طيب في حد بيسأل عن فكرة الـ IFC. بص ده فاضل، هي كان في مشكلة حصلت إن كذا شركة شغالة وكل شركة بتشتغل بصيغة معينة، يعني يعني في مثلا شركة الريفت، شركة الأركيكات، شركة تيكلا، الأوبن ستوديو، كل واحدة فيهم بتشتغل بصيغة معينة. فأصبح في مشكلة إن لو أنا عايز لازم في أول مشروع أقول أنا هشتغل أركيكاد أو هشتغل ريفت أو هشتغل تيكلا، ولو عملت مشروع ببرنامج معين ما أقدرش أكمل في مشروع تاني، أو ما أقدرش أشتغل معماري على أركيكاد والإم إي بي على الريفت. فحصل مشكلة كبيرة جدا بين الشركات، فالشركات اتفقوا إن إحنا هنوحد الموضوع دوت، تمام؟ فاتفقوا إن هم يعملوا حاجة اسمها بيلدينج سمارت. بيلدينج سمارت دي منظمة مفروض انها غير هادفة للربح، مفروض انها بتجمع كل الشركات بتاعة الكونستراكشن زي اوتوديسك زي تيكلا وهكذا، كلهم موجودين مع بعض بحيث يوحدوا طريقة التعامل مع بعض، تمام؟ طيب هقول له اكسبت اول، دي ستاندرات هما بيعملوها بحيث ان انت لو هتشتغل على الاندستري فاونديشن كلاسز تبدأ ان انت تعمل حاجة تقدر تعمله في الريفت وتعمل لينك مع الاي اف سي باي برنامج تاني، تمام؟ فاصبح بقى سهل جدا ان انا اشتغل على اي برنامج وبتعامل مع شركه بتشتغل ببرنامج تاني خالص، وشركه تالته بتتعامل مع شركه. فالاي اف سي فكرته ان احنا بنوحد اللغات، يعني تخيل ان انا بتكلم الماني وانت حضرتك بتتكلم اسباني وواحد تاني بيتكلم فرنساوي، فمش عارفين نتفق، فكلنا لنا نفس الراي لكن اللغه هي المشكله. فهي دي لغة مشتركة بين البرامج عشان توحد الشغل. يعني لو انا عايز ابعت لك حاجة تستخدمها وانت تستخدم برنامج اخر بصدرها لك اي اف سي وانت تعمل لينك او تستوردها على البرنامج بتاعك، تمام؟ طيب باشمهندس امجد بيقول اعتقد ان علينا محاولة الالتزام بأداة واحدة او باتنين بالكتير، او الافضل ان احنا نحاول تجرب الجميع. جرب اللي انت عايزه، تمام؟ يعني ممكن حتى مش تجرب، تقعد تقرا كده عن كل واحده فيهم وتشوف ان الانسب، بس حاول تشوف حاجه من يعني قارن، وفي نفس الوقت وانت بتقارن حط معيار السعر، يعني ممكن تلاقي برنامج بفلوس وبرنامج ببلاش، لكن هل هما الاثنين ليهم نفس النتيجه ولا لا، ولا اللي هو ببلاش ضعيف؟ ابدا قارن، يعني اقرا بس كده مقارنات. ممكن تقول له مثلا ايه، على سبيل المثال هقول له ديزاين بيلدر اوبن ستوديو، فبدل ما اسطب الاثنين لا انا هقعد اقرا اللي بينهم، اقعد اقرا بينهم واشوف اني الافضل، تمام؟ فمن خلال تجارب الناس تبدا ان انت تحدد انهي واحد فيهم اللي انت تقدر ان انت تشتغل بيهم بشكل كويس، تمام؟ تقدر ان انت تجرب. وفي الاخر هو مفيش حد بيشتغل بيهم كلهم، يعني انا نفسي بفضل برنامج او اتنين بشتغل بيهم خلاص انا اتقنت كذا، في واحد تاني احسن مني بيشتغل ببرامج تانية ما عنديش مشكلة معاه، لكن كل واحد بيفضل حاجة. ممكن واحد يكون بيشتغل على سكتش اب فبيلاقي في برنامج سفاري ده قريب من السكتش اب، في واحد بيشتغل على الراينو فبيلاقي عنده الجراس هوبر والهاني بي قريبة من الحاجات بتاعته. فهد بيقول لما يتم طرح تاس اي دي اس ال ارى ان بياناته دقيقه، مش عارف يعني الصراحه. برنامج شوت فيها شعب كبير، هل في برامج اكبر تضمن لي اكبر نسبه تضامن او انتجريشن؟ انت حضرتك بتختار بقى برنامج، انا هحاول ان شاء الله بعد كده الغي بعض البرامج، لكن انت كل انت بتشوف اي برنامج فيهم اللي انت عايزه، يعني كل واحد فيهم بيعمل دراسه لحاجه معينه. ممكن واحد لللايتنج خلاص انا اختار مثلا افضل حاجه لللايتنج، ممكن نختار حاجه مثلا للسي اف دي، تمام؟ انت ابدا شوف ايه البرنامج، اصل انا مش هتعلم اربع برامج بيعملوا نفس الحاجه، هو برنامج واحد بس، فباخد نص ساعه اعرف احسن واحد فيهم وابدا ان انا اشتغل بيه. زي ما شفنا كده عملنا مقارنه ونبدا ان احنا نشوف افضل حاجه نشتغل بيها. مين اللي بيستلم معلومات البيم بالاخير؟ هل معلومات المشروع ده المشروع؟ سيبك من معلومات البيم، انت دلوقتي عملت الشغل سواء كاد او بيم، بتعمل ايه؟ بتبعته لحد يراجعه.
المعماري بيراجع المعماري، الانشائي بيراجع الانشائي، سواء بتعملها بمكاد كذا بيبدا ان هو يشوفها. مدير المشروع مش بيراجع كل حاجه مع نفسه، مع عنده واحد معماري، واحد انشائي، واحد ميكانيكا، واحد كهرباء، كل واحد فيهم بيراجع حسب التخصص بتاعه. هي مش معلومات بيم، هي معلومات المشروع، فكل واحد بيراجع الحاجة حسب التخصص. في أحد حاب يسأل أي سؤال إضافي قبل ما نختم؟ طيب، في حد بيقول انا شغال في مكتب استشاري ورأيت ان البيم كان اخر مرحله، بيتعمل اوتوكاد وبعد كده يتعمل بيم. دي اكتر غلطه الناس بتقع فيها، ان يبقى عندنا قسم اوتوكاد وعندنا قسم بيم. الموضوع ده جربناه كتير واثبت فشله كتير جدا، ساعات الشركه بتصر على كده، لكن من اول يوم هو خطأ، لان بيحصل ان يعني تعارضات كتيره جدا، وده عمل تعديل وانا ما عملش التعديل، وهو واحد بس. يعني ايه المشكله ان اللي بيشتغل ديزاين يعمله على البيم؟ هو نفس القسم، ما فيش حاجه اسمها كده. البيم هيقول لك انا هستنى لحد ما انت تاخد ابروفل وبعد كده بدا الشغل، فتلاقي الشغل بدا يتعطل، بدا يحصل فيه مشاكل كتير جدا. فاكتر حاجه بتحصل فيها اخطاء، بيبقى في مشكله في الشركه نفسها او في الشغل نفسه. مع احترامي للجميع، بس انا بتكلم عن تجربه واقعيه، الموضوع ده فعلا بيعمل لي مشاكل كتير جدا في الشغل، لما اكون كاد وبيم ودول غير بعض مشكلة رهيبة. جزاينا وعليكم يا باشمهندس محمد. أظن مهندس بالنسبة للمشاريع هذه الأمور تكون يعني محددة بتفاصيلها، يمكن في المشاريع اللي المعمولة بالطريقة الصح. يعني أشوف الناس هنا بيسألوا كثير على البرامج، نوع البرامج، نوع الاستخدامات. يمكن في المشاريع الميجا خلينا نقول، هذه كلها تكون محددة من البداية، تمام في مثلا بيم اكسكيوشن بلان أو تمام تمام ممكن في البيم اكسكيوشن بلان بنحدد احنا هنشتغل بكذا، فلو عنده اي ملحوظه او اي حاجه بيقول لنا عليها، مثلا هو موافق او شايف. يعني حد مثلا قال لي كوتكت، فيقول لك لا الكوتكت مرفوض، النتائج بتاعته مش دقيقه، هنرفضها. ففي البيم اكسكيوشن بلان بنحدد ايه السوفت وير اللي احنا هنشتغل بيه، ومش مهم السوفت وير، المهم الفكر المعماري او الفكر الانشائي. يعني تخيل مهندس انشائي مع احترامنا للجميع، لكن هو لسه متخرج جديد ومنبهر بالشكل، فمركز ان هو يعمل حاجه 3 دي شكلها حلو، لكن تكنيكال غلط، فالمبنى مش هيتعمل. يعني انا كنت مثلا في لقاء في احدى الجامعات كنا بنتكلم عن الموضوع دوت، تطوير البيم في الجامعه، فقلت له المبنى اللي احنا فيه مش مهم اتعمل بيم ولا مش بيم، المهم حققنا فيه الاستدامه ولا لا، حققنا فيه القواعد الامان انشائيا ولا لا، هي دي المهم. اتعمل بيم او مش بيم، المهم اتعمل فيه القواعد اللي تخليني قاعد مبسوط في المكان ولا لا. بخصوص تسجيل المحاضرة، في ناس كثير بيسألوا عن التسجيل اللي دخل متأخر. احنا كالعادة بنسجل المحاضرات، يمكن نعيد إنتاجها ونقص بعض الفقرات اللي يكون فيها عمل أو كذا، بعدين ننشرها على حساب الجمعية السعودية للعلوم والعمران على يوتيوب، ونشارككم الرابط دائما في المجموعة. الناس اللي لسه ما انضموا لمجموعة الأنشطة العامة ينضموا للمجموعة، راح تلاقوها في منشور الإعلان نفسه لكل المحاضرات الجاية. المادة العلمية بتسأل عنها الهندسة، نشارك إن شاء الله معاكم. ممتاز، لو ترسلها الهندسة أنا راح أشاركها مع الكل في المجموعة. خلوني كمان. طيب ممتاز، وبرضه أنا كمان فرصة أشارك رابط المجموعة مع الكل. هذا رابط مجموعة الأنشطة العامة، احنا يعني كل أنشطتنا موجودة في مجموعة واحدة، بحيث يكون عندنا قاعدة واحدة وتوجه واحد، وما نجمع لكل نشاط يعني جمهور مختلف.
يصير بس المهندس يرسل لي المواد العلمية وأنا أشاركها معاكم. بس أحمد، بالنسبة لشهادات الحضور لا، هي بتكون للورش والدورات اللي لها تسجيل، ولكن الأنشطة هذه أنشطة عامة غير ربحية، والمهندسين بيحضروا معنا زي مهندس عمر يعني الله يعطيهم العافية، بيعطونا من وقتهم ومجهودهم بدون مقابل، وما حيكون لها شهادة حضور أو تسجيل أو إلى آخره يعني. أقصد تسجيل الأسماء يعني، ولكن تسجيل المحاضرة هي مسجلة وراح تنزل إن شاء الله على يوتيوب. طيب مهندس عمر، لو تحب نخلي المشاركة أنا أرسلها لهم في المجموعة، تمام يا باشمهندس، لأنه انا أنا اسحبك على سكت الكوره. في انتظار، أنا في انتظار أن ترسل لي، حلو يصير خلاص تمام. بعد المحاضرة أنا أشاركها معاهم في المجموعة. بكذا إن شاء الله نكون يعني انتهينا من تقديم المحتوى اليوم. أظن يعني أخذنا جولة ممتازة في حق الاستدامة وعلاقته بنظرة معلومات البناء، فهمنا عن الاستدامة مفهوم أوسع وأكبر من مجرد توفير مساحات خضراء وألواح شمسية أو الأشياء اللي ممكن يتخيلوها المبتدئين في المجال، وكيف الاستدامة تدخل معنا في تفاصيل إدارة المشروع نفسه، وأنه كل ما أدرنا المشروع بطريقة أفضل كل ما حققنا مبادئ الاستدامة بشكل أكبر. وأحب أؤكد على النقطة هذه لأنه أنا شخصيا يوم بديت يعني أدرس الليد لقيته بيهتم عن أشياء مثل الانتجريتيف بروسيس، وبيدخل في مواضيع الكوميشنينج والبري كوميشنينج وغيرها من الأمور اللي يعني يمكن تعودنا نسمعها في سياق إدارة المشاريع ومو في سياق الاستدامة. اليوم لعلنا فهمنا سبب اهتمام منظمات الاستدامة بموضوع إدارة المشروع نفسه، وكيف أن المشروع المدار بطريقة احترافية هو المشروع اللي يحقق معظم مفاهيم الاستدامة بالطريقة الصحيحة. شكرا لك مهندس عمر، وبإذن الله لنا معك عودة في محاضرات أخرى، ولكم أيضا الحضور الكرام كل الشكر. أتمنى لكم إجازة صيفية سعيدة، ونلقاكم بإذن الله في محاضراتنا القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.